السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دورة تعلم البرمجة مع أرجو. اليوم راح ناخذ بعض الإمكانيات بلغة سي بلس بلس، يعني هي ما تخص فد فكرة معينة بالبرمجة. لنفرض أنا عندي هذا البرنامج، مثلا عندي متغير نوع انتجر اسمه اكس، وكانت قيمة اكس 2. هنا عندي مثلا تعبير رياضي اكس يساوي اكس زائد 5 فايز، وهنا قلت له سي اوت قيمة اكس. هنا من انفذ البرنامج شو اتوقع الجواب راح يكون؟ بالمنطق انه يريد ينفذ البرنامج، يعني لغة سي بلس بلس من تريد تنفذه اكو متغير تحجز بالذاكرة نوعه انتجر تعطي قيمة 2، بعدين نطبق هاي المعادلة اللي هي شو تقول اكس زائد 5، يعني قيمة اكس اخر شي شقد كانت 2 من الخطوة السابقة زائد 5 يصير 7. الجواب وين يرجع يتخزن؟ تخزن بالإكس، فالإكس القيمة القديمة الاثنين تنمسح وتصير 7، بعدين يطبع قيمة إكس. أنفذ ونشوف. الجواب فعلا 7. زين، لغة سي بلاس بلاس تنطيني إمكانية لكتابة هذا التعبير الرياضي بطريقة أخرى ويحافظ على نفس المعنى البرمجي. يعني سي بلس بلس تقول، الآن خلينا نقول اكتبها، هاي عبارة عن ملاحظة يقول إذا كان عندك متغير مثلا اكس، وهذا المتغير قاعد يتم وياه فد عملية معينة حسابية، يعني جمع طرح ضرب قسمه او اي عمليه حسابيه، او حتى لو كان باقي قسمه، واكو هنا يعني مقدار رياضي قد يكون رقم واحد او عده ارقام، ولكن الفكره انه المتغير القيمه القديمه ده تنضاف لها او يتم وياها عمليه حسابيه اخرى ويا تعبير اخر، والناتج يتخزن بنفس المتغير. هسه بيجي حالة، أنا عندي هذا التعبير شنو معناته؟ إنه القيمة القديمة للمتغير قاعد تنضاف لها مقدار 5 ويرجع يتخزن بنفس المتغير. سي بلس بلس عندها إمكانية تقول أنت ممكن تكتبها كالآتي، تكتب المتغير وتكتب العملية اللي قاعد تتم هنا، قد تكون عملية جمع ضرب أو قسمة، تكتب يساوي وبعدين تكتب المقدار اللي انت تريد تضيفه وفعوزه موجود. هسه هاي التعبير اللي شوية غريب نوعا ما هو يكافئ هذا التعبير، فهذا اذا استخدمت هذا التعبير الاول او الثاني هو نفس الشيء، ماكو اي فرق. هذا شنو معناه؟ هاي معناته انه اكو متغير اسمه اكس قاعد تتم ويا عملية رياضية، هي عملية الجمع لهذا المقدار، والجواب يتخزن بنفس المتغير. أنا يعني بهاي العملية الأولى كان الجواب 7، خلينا نشوف هنا هل راح يطلع لي 7. ننفذ، نعم الجواب يطلع 7 أيضا. زين، الإمكانية الثانية السي بلس بلس، لنفرض إنه هنا أنا قلت قاعد أزيد قيمة 1، يعني زيادة بقيمة 1، ف المنطق شو راح يقول؟ إنه القيمة القديمة 2 زائد 1 راح يصير 3، فالجواب لازم المفروض يطلع 3، وفعلا طلع 3. زين،
إذن هذا المقدار من أزيد قيمة واحد أقدر أكتبه بالطريقة القديمة اللي هو هذا، جبت المتغير العملية الحسابية يساوي المقدار اللي أنا أريد أضيفه. هنشوف هم راح يطلع 3، نعم الجواب أيضا 3. زين، سي بلس بلس تقول بالإضافة إلى هذا التعبير، يعني عندي ممكن هذا التعبير الطبيعي ممكن ينكتب بهاي الطريقة وممكن ينكتب بطريقة أخرى اللي هي بس هذا التعبير، إنه الزيادة بواحد أو النقصان بواحد، الزيادة أو النقصان. يعني إذا كانت هنا العملية جمع أو طرح وكان هنا رقم واحد فقط، وبالاعتماد إنه أنا قاعد أشتغل على نفس المتغير، يعني x يساوي x زائد واحد أو x يساوي x ناقص واحد، هاي من الممكن أكتبها بهذا الشكل ومن الممكن أكتبها بشكل آخر اللي هو x زائد زائد فقط بدون مساواة بدون. هذا معناه إنه قيمة x راح تزداد بواحد، قيمة x راح تزداد بواحد. خلينا نشوف هذا الشكل شلون جد راح تطلع القيمة، يعني المفروض تطلع 3، خلينا نشوف تطلع 3، الجواب يطلع 3 تمام. وممكن اكو تعبير رابع انه تكتبه كالآتي بلس بلس x، ايضا المفروض يطلع لي نفس الجواب، ايضا الجواب يطلع كذا. زين، اذا بيجي حالة ممكن استخدم هاي الطريقة، ممكن استخدم هاي الطريقة، ممكن استخدم هاي الطريقة، وممكن استخدم هاي الطريقة، ولكن هذه الطريقة تختلف عن هذه الطريقة بمفهوم بسيط، وهو هذا يسموه زيادة متأخرة. يعني شنو زيادة متأخرة؟ إذا كان الرمز مع العملية الحسابية اللي هو الجمع بعد المتغير يسمى زيادة متأخرة، وإذا كان رمز العملية مع الجمع، طبعا أكيد هم ما الطرح يعني نفس المفهوم راح يتم عليه، إذا كان الرمز قبل المتغير يسموه زيادة متقدمة. شنو الفرق بين الزيادة المتأخرة والمتقدمة؟ لو راح ناخذ مجموعة أمثلة راح نفهم أكثر. الزيادة المتقدمة اللي هي هاي، إنه تتم عملية الزيادة ولكن أنت تستخدم القيمة الجديدة بعد عملية الزيادة في نفس التعبير اللي نذكر به هذا المتغير، ولكن الزيادة المتأخرة تتم عملية الزيادة ولكن ما تستخدم هذا القيمة الجديدة، تبقى على القيمة القديمة لأن زيادة متأخرة. شو وقت تستخدم القيمة الجديدة؟ بالخطوة اللي بعد هذا المتغير. زين، شنو معناته؟ خلنا ناخذ أمثلة على مود نفهم شنو معنى زيادة متقدمة أو متأخرة. لنفرض أنا عندي مثلا متغيرين، متغير x تساوي قيمته 4 ومتغير y تساوي قيمته 6. فإذا عندي 4 معادلات أريد أشوف أطبق كل حالة، أريد أشوف شلون تطلع النتيجة وشلون سي بلس بلس تفكر إنه تسوي هاي العمليات وإلمن الأولويات. إحنا أخذنا الأولوية بالبداية بالحلقات السابقة من الأولوية لازم من اليسار إلى اليمين، العملية اللي تجيني بطريق من اليسار إلى اليمين، الأقواس، عملية الضرب والقسمة وباقي القسمة،
ثم عملية الجمع والطرح. فمثلا أنا بيجي على عندي متغير x، خلينا نقول قيمته 4، مباشرة راح تبيجي أو y قيمته 6، مو هذا اللي موجود بالبرنامج. x تساوي قيمة 4 و y تساوي قيمة 6. بسوي متغير آخر اسمه z، أيضا راح يكون integer، لأن بما أنه ذن القيم integer هو دي يعتمد عليها z، فأكيد هي قيمة integer. فأقول مثلا هنا مجرد فاصلة z. يعني مثلا إذا طبقت هاي العملية زين، وأنا قلت مثلا سي أوت زد، هاي شوف قيمت، خلينا نشوف هو هذا شنو معنى هاي التنفيذ. أول شيء أنا عندي عمليتين هسه، عندي عملية الضرب و عملية الزيادة بواحد. احنا اتفقنا انه هاي شنو معناها، هاي معناها كأنه اقول x يساوي x زائد واحد زين. المن الاسبقية، هو اكيد الاسبقية من اليسار الى اليمين، يعني هاي العملية تبدأ بعدين هاي العملية من اليسار الى اليمين، ولكن منو الاولى بالعملية؟ هذا الزيادة بواحد لو عملية الضرب. الأسبقية إنه الزيادة قبل عملية الضرب أو عملية القسمة أو عملية الباقي القسمة أو الجمع أو الطرح، أكيد الأقواس لها أولوية، ولكن هي هاي الأولوية لهاي العملية إذا كانت الزيادة أو النقصان. زين، هنا شنو معناته؟ شو راح يقول سي بلاس بلاس؟ راح يشوف يعني تنفيذ المعادلة ما بعد المساواة. يقول قيمة x قيمتها 4 وجدتني هاي العملية بزيادة متأخرة، زيادة متأخرة يعني معناه المفروض انه قيمة x راح تزداد، ولكن ما يستخدم مقدار الزيادة، هي قيمة x من راح تزداد جد راح تصير، هي كانت 4 تزداد بواحد راح تصير 5 زين. فالمفروض غير 5 راح تنضرب في 6، فالمفروض الجواب 30. سي بلس بلس تقول لا، تقول انت صحيح سويت زيادة، ولكن هذه الزيادة متأخرة، مو المفروض ما تستخدم قيمة الزيادة بالعملية الحسابية، إذا تريد تستخدمها بعدين في خطوة، لو كانت هنا أكو خطوة ثانية بها قيمة x ذاك الوقت تستخدم. وهسه راح نشوف. إذا هنا قيمة x صحيح صارت زايدة، ولكن إحنا من راح نستخدم؟ راح نستخدم القيمة القديمة، لأن هاي زيادة متأخرة، فتصير قيمة x لا تزال قيمة 4 تنضرب في الواي اللي هو 6 وتروح للزيت، فتصير 4 في 6 14. خلينا نشوف الجواب، الجواب جيد 14. إذا الكلام سليم إنه صحيح هي صارت زيادة، ولكن الزيادة تعتبر متأخرة، لأن الرمز مال زيادة بعد المتغير، فمعناته يستخدم القيمة القديمة اللي هي 4 ويضربها في الواي اللي هي 6، في الجواب 14. خلينا نشوف إذا طبعت هنا قيمة x، أشوف هل تمت الزيادة؟ راح يطلع لي القيمة القديمة لو الجديدة، راح يطلع لي القيمة، هاي طبعا لازم end line هو تبين، راح يطلع لي القيمة الجديدة اللي هي رقم 5. إذن هسه أنا فهمت شلون سي بلس بلس تنفذ هاي العملية، هاي يسموها الزيادة المتأخرة. زين، خلينا نشوف معادلة أخرى. هاي المعادلة هاي شلون راح تتنفذ؟
هاي عبارة عن شنو؟ اثنين في زيادة متقدمة للإكس في الواي. الأولوية للعمليات، عندي عملية الضرب في البداية، بعدين عندي الزيادة، بعدين عندي عملية الضرب الثانية. الأولوية دائما قلنا للزيادة قبل أي عملية. زين، بعدين تيجي هاي العملية، يلا تيجي هاي العملية. ليش؟ لأن دي نقول من اليسار إلى اليمين. صحيح هي متساويات عملية الضرب الأولوية، يعني نفس الرتبة، ولكن من اليسار إلى اليمين. هنا الزيادة، الرمز مال زيادة إجا قبل المتغير، يعني معناته هذا زيادة متقدمة. الزيادة المتقدمة شو تقول؟ إنه أنا أستخدم القيمة الجديدة مو القيمة القديمة. يعني هنا بلس بلس إكس، قيمة إكس 4، من أزيدها بواحد راح تصير 5. إذا هنا هاي صارت قيمتها 5، تتم بعدين هاي العملية، تنضرب في 2، 5 في 2 10. زين، 10 تتم بعدين هاي العملية، 10 في 6 60. إذا الجواب المفروض يطلع 60. زين، هنا ما هذا فائزة مقوطة أكيد، نفذ، الجواب طلع 60، وقيمة إكس أيضا طلعت 5. يعني خلص بعد صارت قيمة جديدة. زين، نشوف معادلة ثالثة اللي هي هاي راح توضح لنا الأمور أكثر. كنترول سي. هنا العملية كيف راح تتم؟ طبعا يعني ما يحتاج زد، اعتمد على اكس، فهاي نقدر نخليها هيج. هنا دائما قلنا سي بلس بلس، هي صحيح اكو هاي عملية، ولكن هاي العملية راح تكون بالاخير. سي بلس بلس دائما تشتغل بالبداية ما بعد المساواة، تخلص هذا الجزء على مود يطلع رقم، وبعدين تتم هاي العملية. احنا بعدين نعرف شنو هاي العملية اخذناها، ولكن هنا شو راح نقول؟ هنا كم عملية موجودة؟ هاي العملية الأولى عملية الجمع، هاي عملية النقصان بواحد، عملية قسمة، وهنا واحد راح يتفاجئ يقول شنو سالب سالب سالب؟ هاي عملية نقصان أول اثنين، وهاي عملية طرح. أنا مستحيل أسوي هيج، إنه هاي زيادة متقدمة لرقم 3، لا ما تأخذ هيج. هي مقصودة للمتغير، هذا الرمز للمتغير. زين، هنا شلون راح تتم العملية؟ قلنا بالبداية من اليسار إلى اليمين، بالبداية لازم تشتغل هذا النقصان، يشتغل هذا النقصان، بعدين عملية القسمة يعني أولوية، بعدين عملية الجمع، بعدين عملية الطرح. هذا شنو معناه؟ هذا معناه الخطوة الأولى إنه قيمة واي هنا زيادة النقصان متقدم، لأن الرمز بالبداية، يعني هو قيمته جت 6، من راح ينطرح بواحد راح يكون 5، ويستخدم القيمة الجديدة. زين، هنا قيمة إكس شقد؟ قيمة إكس 4، ولكن النقصان متأخر، فما راح تستخدم رقم 3. صحيح هي راح تقل بواحد، لكن راح تستخدم رقم 4 لأن النقصان متأخر. تمام؟ زين، فهنا معناته 5، وهنا هو قل بواحد، ولكن راح أظل أستخدم القيمة القديمة 4، فمعناته 5 مقسوم على 4. 5 على 4، بما إنه هذا عدد صحيح وهذا عدد صحيح، فالجواب الجيد راح يكون 5 على 4 1، والباقي 1. بس أنا ما أبحث عن الواحد، أنا أبحث اللي أنا عن الباقي، أبحث عن الناتج، فالجواب هنا راح يكون عبارة عن 1. زين، 4 زائد 1 = 5.
خمسة. زين، خمسة ناقص ثلاثة الجواب اثنين. تمام، إذن هذا كل الجواب صار عبارة عن اثنين. زين، هنا شنو معناته اكس زائد يساوي وهذا كل الجواب اثنين؟ يعني معناته قاعد اقول اثنين اجمعها ويا قيمة اكس وخزنها بالاكس. زين، قيمة اكس هنا الاربعة لو الثلاثة؟ لا، بما انه هاي عملية جديدة معناته لازم استخدم القيمة الجديدة للاكس اللي هي ثلاثة، لان هنا بلحظتها بما انه الزيادة النقصان متأخر استخدمت القيمة القديمة اللي هي اربعة، ولكن من جدتي خطوة جديدة او عملية جديدة على المتغير لا خلاص بعد استخدم القيمة الجديدة، لان هذا الزيادة النقصان المتأخر يعني معناته من بعد هاي الخطوة ابدي اشتغل على القيمة الجديدة، ولكن في لحظتها تشتغل على القيمة القديمة. زين، فهنا اثنين راح تنجمع ويا الثلاثة فتصير خمسة، وين تتخزن؟ تتخزن بالإكس. تمام، فالجواب يطلع المفروض خمسة، نفذ الجواب طلع خمسة. زين، ناخذ هاي الخطوة وهاي بسيطة، هاي شنو معناها؟ قيمة واي هنا معناته انه قيمة واي ناتج باقي القسمة من الاكس، يعني ستة أقسمها على إكس اللي هي الأربعة فيها واحد وباقي القسمة إيش قد؟ اثنين، يتخزن بالواي، فالجواب الواي لازم يطلع اثنين، والجواب طلع اثنين. هاي طبعا يعني مجرد توضيح لإمكانية ومرونة لغة سي بلس بلس إنه شلون ممكن تتعامل. احنا مو دائما نستخدم يعني بحل البرامج زيادة متقدمة وزيادة متأخرة ما نركز عليها، دائما نريد نستخدم نقول اكس يساوي اكس زائد واحد او اكس يساوي اكس ناقص واحد، وبالنسبة لهاي ما نستخدم هاي الطريقة، نستخدم دائما واي يساوي واي باقي القسمة للاكس. فيعني اذا واحد ما يحتاجه يتجنبها، ولكن من باب العلم بالشيء انه لغة سي بلاس بلاس لها هاي الامكانية. إلى هنا ينتهي هذا الدرس، وإن شاء الله نكمل بالحلقات الجاية. مع السلامة.